من حلي مصر. حسن الرداد وكل أبطال وصناع فيلم تحت تهديد السلاح اختاروا أن مصر تكون المحطة الثالثة في العروض الخاصة للفيلم، وهالمحطة جت بعد عروض ناجحة انطلقت من دبي وبعدها في السعودية. سعيد جدا بالجولة، وحاجة مختلفة وجديدة، طريقة جديدة مختلفة في الدعاية للأفلام، زي برا بتلاقي بيعملوا أفلام في أمريكا وبيعملوا جولات في بلاد مختلفة، فإحنا كمان لازم في تطور في صناعة الأفلام وتطور أيضا في الماركتنج للأفلام والتسويق للأفلام، والجمهور اللي بيحبك في البلاد المختلفة بنحاول أن أنت برضو تروح له وتشوفه. ونحن من حقنا نسأل حسن عن المفاجأة اللي حضرت ليها زوجته أمي سمير غانم في العرض الخاص اللي يقيم في جدة. كانت مفاجأة بالنسبة لي، ما كنتش متوقعة خالص، لأن المفروض هي كانت في دبي وأنا في السعودية وهي مسافرة مصر في نفس اليوم، ونزلنا في الأوتيل وركبنا عربيات وروحنا على المكان بتاع السينما، ودخلت وبدأت أصور مع الناس، وفي وسط الزحمة بقى حد بيناديلي كده ولابس عباية وبتاع وماسك فعرفتها من عينيها طبعا على طول. وظهور إيمي لجانب حسن في العرض الخاص في دبي وجدة ترافق مع كلام حول حملها، فهل اللي قيل فقط من باب الشائعات؟ ربنا سهل، أنا دايما الإشاعات عندي موجودة كتير، ودايما من زمان يقولوا نحن انفصلنا ويقولوا نحن خلفنا وحاجات كده، فدايما يعني في إشاعات بتبقى موجودة كتير بتلزمنا. واللي أيضا يلازمه هو حب ودعم عائلته وأصدقائه، فطبيعي العرض الخاص في مصر تتواجد فيه زوجة أمي وشقيقتها دنيا سمير غانم، ومن بين الأصدقاء اللي حرصوا على الحضور رانيا يوسف، عمر محمود ياسين، ودينا فؤاد. احنا مع بعض في الحلوة والمرة، بجد احنا دايما مع بعض بقالنا 17 سنة، كل حاجة حلوة كل حاجة وحشة احنا بنقف جنب بعض. فرحانة لك من قلبي، شفت العرض الخاص على السوشيال ميديا بتاع السعودية، انا عارفه ان الفيلم ده هيكسر الدنيا، وحسن يعني عامل مجهود فيه، هو ما بذلش مجهود، ده كان الحقيقي، دي كانت حالته الحقيقيه ساعتها. وهالعرض كان فرصه لالتقاء الكثير من الفنانين مع بعض، وحضور أيمن بهجة أمر مؤلف الفيلم هو الأول له في العروض الخاصة، فهو تغيب عن العرضين السابقين. ما ينفعش أسافر، كان وراي حاجات، بس يعني هم يسدوا طبعا يعني. وبعدين طبعا إن احنا نعمل رواج للفيلم في البلاد العربية ونفتح أسواق جديدة، ده شيء كويس جدا لصناعة السينما في مصر. والكويس أيضا هو عودة أيمن من خلال هالفيلم للتعاون مع المنتج أحمد السبكي. سعيد بعودتي للعمل معهم، لأن احنا عشرة عمر من وأنا طفل صغير، وأنا أعرفهم لأننا جيران يعني، فطبعا من شغل معهم بحس أن أنا بشتغل مع أهلي ومع عيلتي وأخواتي، واتمنى دايما ان انا افضل يعني في تعامل معاهم باذن الله. بما ان سبق وعرفنا من ابطال الفيلم بان قصه تحت تهديد السلاح ماخوذه من قصه حقيقيه، فكان عندنا فضول نعرف من ايمن كيف وصل لها القصه. انا بتجمعني صداقه بدكتور محمد ابو شوقه المحامي الشهير، ان احنا زملاء في المدرسه يعني واصدقائهم، وهو حكى لي على قضيه كانت جات له في الارياف، حصلت في الارياف، فالحمد لله فحسيت ان هي القضيه دي يطلع منها خيال سينما جيد يعني، والحمد لله ان ربنا وفق فيها يعني. وهالقضية ترجمها بافضل شكل المخرج محمد عبد الرحمن حماي. هتدفع ولا هتستهبل؟ بفكر ادفع واستهبل. والله انا كنت مستمتع جدا يعني مع حسن، نشتغل مع بعض قبل كده مش اول مره، بس العمل ده ليه معزه يعني خاصه ما بيني وما بين حسن. ماي عمر كنت مستمتع جدا بالشغل معاه بصراحه، ملتزمه ومجتهده وشيكا برضو نفس الموضوع، شيرين رضا يعني، استاذ احمد بدير، استاذ بيمو فؤاد، استاذ عمرو عبد الجليل، استاذ عباس ابو الحسن، يعني كل الاساتذه اللي جم بصراحه كلهم اجتهدوا ان هم كانوا عايزين يطلعوا افضل ما عندهم. عمرك ما تفهم احساس انك تصحى تلاقي كل حاجه متغيره حواليك. عموما غياب بيومي فؤاد عن العرض سبب انشغالات الكثيره هالفتره، من بينها تحضيره لتصوير فيلم كوميدي جديد في دبي بعنوان مندوب مبيعات، بيجتمع ببطولته مع احمد فتحي، وبنفس الوقت بيومي وفتحي مستمرين بتصوير فيلم التجربه المكسيكيه.